قدمة الشوط ويسير نحو المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك ياتي السليماني، تعود ملكية ومسكت لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير يحتل ثاني المراكز في هذه الأثناء. أما المركز الثالث هنا تسلل من خلال تواجد الذيب، تعود ملكية محمد بن خويتم العامري غير وخذ المركز الثاني. أما المركز الثالث وصل شاهين، تعود ملكية المبارك بن راشد أو مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري يحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى دكتور الأصايل في المركز الرابع، وهنا تقدم شاهين، يأتي عبد الله بن علي بن رشيد يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس هنا مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع مسكت في المركز السادس، سعيد بن راشد بن غدير المركز السابع. ننتقل مباشرة إلى المشير سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري يحتل المركز السابع. أما المركز الثامن فهنا تقدم بحر الخليج لمحمد بن سعيد بن حليس الزرعي، والمركز التاسع من الجانب الآخر، بينما المركز العاشر ناخذ عاشر البراكز، وهنا ياتينا راهي سيف بن هيل بن سيف المنصوري، هنا الان احتل المركز العاشر. هكذا النتيجه ايها الحبل الكريم، عشره اسماء منطلقه وعشره اسماء باحثه عن الناموس في مسار هذا اليوم، في مسار الانطلاقات ومسار التحديات الجميله والتحديات المثيره. عوده الى البدايه، ولكن هناك الحذر لا زال المسيطر سيطره واضحه وفعاله على المركز الأول. يا سلام، الله يا الطنيجي لا زال مسيطر، سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي لا زال يحتل البداية الأولى وهو المسيطر هنا حتى هذه اللحظات، يسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتميزة. أما المركز الثاني فهناك يتواجد بن خويتم، لكن وصل مسكت، بدأ الآن يغير إلى المركز الثاني سعيد بن راشد بن غدير، هنا وصل واحتل ثاني المراكز في هذه الأثناء. أما المركز الثالث، المركز الثالث واصل الذيب محمد بن خويتم العامري يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع متابعة من خلال وجود شاهين المبارك بن ناصر بن راشد المنصوري احتل المركز الرابع. أما المركز الخامس فتسلل جديد هنا من خلال وجود راهي في المركز الخامس، تعود ملكية السيف بن هيل بن سيف المنصوري خذ المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس وصلنا إلى عبد الله بن علي بن رشيد الاشتبي في المركز السادس، والمركز السابع من الجانب الآخر بحر الخليج يبحر في ناموس هذا اليوم، محمد بن سعيد بن حليس الزرعي يحتل المركز السابع. أيها الحفل الكريم، ثامنا وصلنا إلى الأشقر العبيد بن سلطان بن رشيد يحتل المركز الثامن في هذه اللحظة، بينما المركز التاسع، المركز التاسع وصل براق فهد بن ناصر بن حمود الشافي يحتل المركز التاسع. والمركز العاشر هناك المشير لسعيد بن حمود بن دعفوس، سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري، هو الان يحتل المركز العاشر. هذه النتيجه للعشره المراكز الاولى المسيطره المتقدمه في نشاط الشوط، والكيلو الاخير، الكيلو الاخير ما شاء الله، سارت هذه الجعدين بسرعه الشعارات وبسرعه الاسماء، ولكن مسكت، لا يزال مسكت في المركز الاول لسعيد بن راشد بن غدير المحنك، لازال هو المسيطر حتى هذه اللحظات في ناموس هذا الشوط في رفرفة الاعلام. لكن هناك المركز الثاني، اشوف المركز الثاني واصل راهي، واصل راهي، تعود ملكية السيف بن هيل بن سيف المنصوري خذ المركز الثاني. المركز الثالث ايضا المنصوري واصل مع شاهين مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري، والجانب الاخر عندك يا الزرعي بحر الخليج واصل محمد بن سعيد بن حليس الزرعي في المركز الرابع. المركز خامس هناك بن رشيد عبد الله بن علي بن رشيد، ولكن عوده الى مسكت، عوده الى المنصوري، عوده الى المنصوري، راهي راهي ومسكت اللحظات الاخيره. شوف التسلل هنا في موقع القوه، موقع التحدي، موقع الانطلاق، شاهين يحاول، راهي في المركز الاول، سيف بن هيل المنصوري، لكن الشاهين في المركز الثاني، المركز الثاني مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري، وعوده الى بن رشيد، عوده الى بن رشيد هنا في هذه اللحظات عبد الله بن علي بن رشيد، بينما المنصوري مسيطر، المنصوري مسيطر، راهي 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 حتى اللحظات، سيف بن هيل المنصوري لا زال
زال على المركز الاول، يحاول بن رشيد، يحاول بن رشيد في المركز الثاني، عبد الله بن علي بن رشيد في ثاني المراكز في هذه اللحظات مع وجود شاهين، ولكن خلاص المنصوري راح استلم القياده، سلام عيناوي سلام سيف بن هيل المنصوري المركز الثاني، عبد الله بن علي بن رشيد مسكت في المركز الثالث، سعيد بن راشد بن غدير المركز الرابع، شاهين تعود ملكيته مبارك بن ناصر المنصوري، والمركز الخامس بحر الخليج ياتينا محمد بن سعيد بن حليس الزرعيه ايها الحبل الكريم من احتل المركز الخامس. هكذا ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء خمسه اسماء انتهت في ملتقى هذا الشوط، ولكنها سجلت التوقيت الزمني من خلال هذه اللحظات، لحظات الاعاده مشاهدينا الكرام هنا في مستوى هذا الشوط، هنا في هذه اللحظات هنا ياتي بست دقائق خمس ثواني 23 جزء من الثانيه راهي سيف بن هيل بن سيف المنصوري تانينا والناموس، اما المركز الثاني كان من نصيب شاهين عبد الله بن علي بن رشيد ال اتش تي بي احتل المركز الثاني ست دقائق ست ثواني ثلاثة أجزاء من الثاني تالينا والناموس، أما المركز الثالث كان مسكت سعيد بن راشد بن حمد بن غدير حيث سجل ثالث المراكز واحتل موقعة هذا الشوط ست دقائق ست ثواني 12 جزء من الثانية تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار تانينا للجميع. التواصل ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء مستمرا بحضراتكم، ولا زلنا مستمرين في لحظات التحدي الجميله ولحظات التحدي